بابي بابي، انا لو بعدت عن عزيز هيموت هيموت. اوقات بحس انه ابني، اني انا لوحدي بس اللي مسؤوله عنه. انتي بتحققي له اللي انا ما قدرتش اني احققه لك، الحمايه العاطفيه اللي هو كان محتاجها واللي محتاجها اي راجل في الدنيا، وده اللي ما فهمتوش امك ولا فريده كمان قدرت تفهمه. بس انت لازم تفكري بطريقه مختلفه. ابوكي يوم ما غلط واتجوز كان حاسس ان حياته بتروح منه، لكن انت لا، انت المستقبل كله قدامك، حياتك كلها بين ايديكي. بابي بابي، انت عايز تقول ايه؟ مش اللي عايز اقوله، ده اللي لازم يحصل وقبل فوات الوقت. انت عايز نسيب عزيز؟ فورا ومن غير اي تردد. فاهمة يعني ايه من غير اي تردد؟ زي ما بقول لك كده. ايوه تمام. لا ده انت اللي ما تعرفوش ان رجعت لشغل تاني. لا لا، المرحله الاخيره كانت مجرد اجازه. اي يا ريت يا ريت. طيب يا سيدي، مع السلامه. تعرف بقى ان ده احسن خبر سمعته في حياتي. اوعى تفتكر انه المكتب ده ما بقاش مكتبك، انا بيوضبوني مكتبي جوه. شوف لو جت على اني اقدم استقالتي انا مستعد. ده بعينك. اوعى تفتكر انه المكتب ده والشركه دي كلها مش شركتك، ده انا اللي ضيف عندك. وانا بقى مش هخبي عليك واقول لك ان انا كان عندي شغل. لا انا في الحقيقه بمر بازمه عاطفيه. إذا كنت أنت مش هتعرف تفصل ما بين علاقتي بالشغل وعلاقتي بفريدة، فأنا مستعد إن أنا آخد أجازة طويلة لغاية لما أعرف أفكر صح. وأنت فاكر إنك هتقدر تاخد القرار ده لوحدك؟ كده بتلغي كل حب اللي بينا؟ مش عارف. كل اللي أعرفه إني تعبان. تعبان أوي. أنا حاسس. بس ده ما يديلكش الحق انك تكسر اللي حواليك، ما يديلكش الحق انك تبعد عن شغلك وبيتك. كان لازم اعيد ترتيب اوراقي، كان لازم اعيد حساباتي. ما كانش عندي وقت اعمل كده السنين الطويله اللي فاتت دي كلها. لو بصيت لورا وانت في الحاله دي هتوصل لحالة يأس. مش بتاعتك، مش هسمح لك انك توصل لها. عزيز انت ابني، ابني اللي طول عمري بفخر بيه وماليش غيره. واحدة واحدة كده، كلمني فهمني، ما تحطش حاجز بيني وبينك. انا موافق، بس انا عايز اسمع لك انت الاول. في يوم وانا في عمرك بالذات، بس دي حاجه مفيش حد في الدنيا يعرفها، تعرضت لهجوم، هجوم عاطفي، بس ما قاومتوش. ما كنتش عارف اقاومه، وكنت اب وقتها ومتجوز. ايوه بس انا ما بتهمكش، ما بحاولش اخد منك معلومات. انا متاكد. طب كملي، حصل ايه بعد كده؟
اوعى تفتكر ان الانثى بس هي اللي عندها مشاعر الحياه. ده انت كل ما تنضج كل ما تزيد معاك مشاعر الكتمان. وقدرت تنزل عنها ازاي؟ قلبك سمح لك؟ هي ما حاولتش تحط قلبي في حيره، اشفقت عليا، ما حاولتش تبقى انانيه، حست كويس قوي ان كنت بمر بمشاعر ممزقه. خرجت من حياتي. فاهم هي عملت ايه؟ بس ده كان قرار قاسي قوي. كان لازم هي اللي تاخد القرار ده. انا اخدت الخلطه الاولى بس بعد كده فهمت وفقت. وده كان اثره ايه عليك؟ حبيتها وكرهتها بس بعد كده عرفت انها اعظم ست في العالم بالنسبه لي. بس هي كده ما ادتلكش فرصة، وده يبقى في منتهى القسوة. ده منتهى الحب، حب اللي معرفش كلمة أنا. هو ده الحب يا عزيز، هو ده الحب. وقدرت تنساها؟ عمري ما هنساها، بقت أحلى ذكرى في حياتي. ألو؟ أيوة يا خالد، مالك؟ دلوقتي؟ طب اديني نص ساعة. طيب باي باي. رفضت تقابلني في بيتي، صممت ان احنا نتقابل هنا ومش فاهمة ليه. يمكن البنت مش عايزة تعترف بان في حاجة اسمها بيتك من غيرنا. يمكن كمان البنت مش عايزة تشوفك لوحدها. لكن الأكيد بقى إنها حاسة إن وجودنا مع بعض مهم جدا بالنسبة لها. ياه، فجأة كده بقيت أنا المشكلة في حياتها. أنا بصراحة مصدومة فيك قوي قوي يا تيمور، ما كنتش متخيلة إنك بالسلبية دي. البنت بتحاول تنتقم مني وإنت سعيد بيها، زي ما تكونوا إنتوا الاتنين عاملين مؤامرة علي. مؤامرة عليك؟ الظاهر ان احنا عاملين مؤامرة مع بعض على بعض من غير ما نحس. اكيد في حاجة غلط. ايوة اكيد في حاجة غلط، والغلط ده هو انت يا تيمور، لانك انت كنت طول عمرك بالنسبة لنا السند، الامان. انت اللي خدت اول قرار بالبعد، هجرت بقلبك وسبتنا واحنا جرينا وراك. وانا تعبت، تعبت من الاتهامات، تعبت من الاعتذار، تعبت من الشرح. انا عملت كل حاجه في الدنيا علشان اكفر عن اخطائي، وانت لسه لغايه دلوقتي مصممه ما تغفرليش. ده مش موضوعنا. لا ده هو ده موضوعنا. ملك بتهرب من مواجهتك يا هانم، بتهرب من نظام الاتهامات اللي انت قتلتيني بيه ولسه مصممه تقتليني بيه لغايه النهارده. انا أي... انا ايوه ايوه انت. صدقيني وان انت، احنا ملك بالطريقه دي اديناها قوه، ادناها إرادة تحدي فظيعة. لو ما كناش نسيطر عليها البنت هتضيع، واحنا هنضيع معاها يا منار. الهجوم مش هو الحل، صدقيني الهجوم مش هو الحل. سهيل انا حاسس بكل كلمة بتقوليها، عشان كده كان لازم اشوفك النهارده. بس انت صوتك كان قلقان، في حاجة حصلت؟ انا قررت اسيب البيت.
ليه؟ هلا رجعت البيت امبارح. ده حقك، دي حياتك. اه بس هي خدت القرار ده من غير ما تسألني. برضه ده حقها ودي حياتها، وبعدين ده بيتها، وطبعا هي مش هتقدر تتنازل عنه. بس انا مش عايزاك تقلق من حالي، انا عمري ما هتخلى عنك. الطريق مش هيبقى سهل قدامنا يا سهير، وانا مفيش حد هيقدر يقف قدامي. المشكله دلوقتي اني فعلا بحبك. كلامك ده بيخوفني، يا ريت تبقي مقتنعه بكل كلمه فيه. انا خايف تسيبيني بنفس السرعه اللي انت وافقتي عليا بيها. خالد ما تعذبنيش، انت عمر ما حد فرضك عليا. بعدين اذا كان بابي قدر يعمل كده يبقى احنا اكيد صح. بعدين انا عمري ما هقدر اتخلى عنك. حتى لو هو رفض؟ لا، ما هو انت اكيد هتقابله الاول، ولو رفض انا هقنعه. بس انا عارفه انه بيحبني وعمره ما هيرفض لي طلب. حتى لو طلاقي هيبقى فيه مشكله؟ ازاي يا ملا؟ ازاي بعد كل النجاح اللي انت حققتيه في شغلك تكوني بتفكري بالشكل ده؟ انت حققتي البرنامج المطلوب منك بالحرف الواحد وفي اقل من وقت المطلوب. صدقني يا رأفت، انا تعبانه. تعبانه؟ تبقي محتاجه الراحه. تعبانه يعني يعني محتاجه اجازه، محتاجه شويه رياضه، مش محتاجه الاستقاله. صدقني يا رأفت، صدقني انا مش قادره ادي لشغلي كل اللي انا عاوزاه. مين قال كده؟ انت عارفه كويس انا سعيد بنجاحك في شغلك قد ايه. مالك انت مش بس بقيتي ركن مهم في المكتب ده، انت كمان بقيتي ركن مهم في حياتي. رأفت ارجوك. مالك انت في حد تاني في حياتك؟ رأفت من فضلك. انا اتاخرت ولازم اروح لبابي دلوقتي. انا اسف بس احنا لسه ما كملناش كلامنا. انا اللي اسفه بس انا لازم انزل دلوقتي. يا ابو زين ارجوك فهميني ايه اللي حصل وايه اللي خلاها تسافر اسكندريه. ريلي تعبانه يا هاشم، بتحبك ومش عايزه تعمل لك مشاكل. انا حاولت افهمها وصدقيني انا مش ممكن اتخلى عنها. المساله بالنسبه لي دلوقتي مساله وقت. وهي رافضه الحيره دي، حبك ليها غير حاجات كتير قوي في حياتك. لو بتحبها حقيقي يا ريت تساعدها تلاقي لها شغل. طب انا مش عارف اتصل بيها دلوقتي، ممكن تكلميها وتقول لها ان انا محتاجها جدا، محتاجها اكتر من اي وقت فات. ممكن؟ حاضر يا هاشم. ايوه يا عزيز. وحشتيني جدا، انت فين؟ انا لازم اشوفك دلوقتي. لا بلاش النهارده، عندي مقابلة مهمة وأكيد هشوفك بعدها. بقولك يا عزيز ما تقلقش لو أنا اتأخرت عليك. باي باي يا حبيبي. باي باي. أنت الهجوم بالنسبة لك بقى وسيلة دفاع، ودي طريقة قديمة ومعروفة عشان تخلي اللي قدامك يسكت ولا ينطقش. بس أنا بقى كنت عايز أقول لك. أنت إيه؟ أنت إيه يا تيمور؟ أوعى تحاول تلومني ولا حتى تحسبني. أنا جوازي من حسين كان مجرد أمان، اطمئنان بالنسبة لي. عمري ما فكرت اتجوزه عشان انتقم منك، ولا عمري ما هسمح لنفسي في يوم من الايام اني ارتبط براجل وانا بفكر في غيره. لا لا، انا حاولت ان انا استعمل حقي زي ما انت استعملت حقك. تيمور كلمة طلاق دي مش كلمة سهلة، دي سكينة في قلب اي ست مهما كانت بتتمناها. انت في يوم من الايام صممتي تستخدمي السكينة دي يا هاني؟ عمري ما هسمح لنفسي اني اتكسر قدامك. سنين عمري كانوا بيعدوا قدام مني وانا بتفرج عليهم. عمرك ما هتحس باحساسي ولا شعوري يوم ما عرفت انك انت بتتجوز. شوارع باريس كلها كانت بتفرج على دموعي. دموعي دي ما نشفتش يا تيمور الا عشان امسح دموع بنتي ملك. تقدر تقولي اياميها انت كنت فين
كنت فين؟ منار، منار عشان خاطر يا حبيبتي اهدي شويه، ارجوك اهدي شويه. ملك وصلت، انا عايزك تقولي لها ان احنا هنرجع لبعض، ارجوك قولي لها كده. صدقيني ده هيحل حاجات كتير جدا، ثقي فيا يا منار. انت كنت فين؟ انا نزلت مشوار وعديت على البيت، كنت حضرتك لسه ما وصلتش. لا 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 ارجوك ما تحاسبنيش، لاحسن كل اللي حواليا اليومين دول بيحاسبوني. مش فاهم. ولا انا مش فاهم، حاسس ان انا متراقب، حاسس ان كل خطواتي محسوب عليا. يمكن بسبب السفريه الاخيره. ليه؟ ما كل حاجه ماشيه كويس، ايه لزوم القلق اللي احنا فيه ده؟ مانيش فاهم. بابا انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك، وفرصه ان حضرتك فاضي دلوقتي. ايه؟ لازم عايز فلوس تاني؟ لا بابا انا عايزك انت، محتاج لوجودك جنبي. وانت امتى احتجتني ما لقيتنيش؟ في ايه؟ اتكلم. مامي من فضلك، هي دي الحقيقه. عزيز عرف ازاي يستغل سذاجتك، عرف ازاي يورطك. مش حقيقي، انا مش طفله عشان عزيز يستغل سذاجتي. لا بالعكس، انت مين فهمك ان الحب يبقى ورطه؟ عزيز اداني اللي انتوا الاثنين ما قدرتوش تدهولي. انا كنت ضايعه وهو ده الضياع ده، انا كنت مكسوره وهو عالج الكسر. ملك، ملك يا حبيبتي احنا بنتفاهم. بتتفاهموا؟ بتتفاهموا على ايه؟ انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين وانا راجعه من باريس بشيل عبئي عنكم؟ كنتوا فين وانتوا بتحرموني من وجودي معاكم؟ اسفه يا مامي، لو كان في حد في الدنيا استغل سذاجتي فهو انت. انا يا ملك؟ حتى لو كان بابي غلط، انت الام، الام اللي ممكن تسيب اي حاجه في الدنيا في سبيل ولادها. الامومه تضحيه. ايوه تضحيه، بس انت للاسف حاولتيش تجربيها. انت قمتي من بابي، بس انت قمتي منه على حسابي انا وبس. انا كنت مجروحه وانت عارفه، كنت عايزاني اعمل ايه؟ ما تسيبنيش ولا دقيقه واحده، سيبنيش ادور في عيون كل اللي حواليا عن احساس حب، تسول حنان. عزيز جاني في الوقت المناسب، عزيز كان هو الحضن ده. وما فكرتيش في اللي حواليكي؟ ما فكرتيش في الفضيحه اللي ممكن تحصل؟ منار خلي بالك من كلامك لو سمحتي. سيبها يا بابي، سيبها تاخد دور الام اللي ما خدتوش قبل كده، سيبها تعذبني بعذابها. انا كان ممكن ما اتجوزش عزيز وعيش معاه اجمل قصه حب من غير ما حد يعرف، من غير اي فضيحه زي ما انت بتقولي، بس انا ما قبلتش وهو كمان ما قبلش. ده العمل. العمل ايه دلوقتي؟ انا مش قادره اعيش في المتاهات دي. انت امي، انا مستنيه رايك. انت عايزه رايي؟ عزيز لازم يطلقك فورا قبل اي حد ما يعرف. يعني لو ما كانش حد عرف ما كانش يبقى فيه مشكله؟ بس كفايه بقى، انا مش قابل المناقشه بالطريقه دي. منار، منار ارجوكي اهدي، ده قرار، قرار محدش ابدا يقدر يفرضه على ملك، هي لوحدها اللي المفروض تاخد القرار ده. جرالك ايه يا تيمور؟ انت بتتكلم زي ما تكون البنت مش بنتك. فوق لنفسك، ملك اتجوزت راجل متجوز، فاهم ده معناه ايه؟ انا شرحت لك معاناتي، مش عارفه قدرت اوضحها ولا لا، بس ارجوكي ما توقفيش ضدي. انا محتاجه لك، محتاجه رايك. انا عارفه ان انا يوم ما اتجوزت عزيز كان كل ده ممكن يحصل، بس كنت متاكده ان انت هتوقفي جنبي. اي حد ممكن يخرجني من اللي انا فيه، بس من غير جرح، لان اي رفض منكم هيساوي تمسك بعزيز. هو عندي يا بنتي، عند فوق لنفسك يا ملك. افوق عشان اعمل ايه؟ افوق عشان اروح فين؟ انا لغايه دلوقتي ما عنديش بيت اقول البيت ده بتاعي. عزيز عمل لي البيت. ملك ما تقوليش كده يا حبيبتي، البيت ده بيتك، الفيلا دي مكتوبه باسمك انت. الفيلا دي فيها فلوس كتير قوي، فيها تحف كتير قوي، انما ما فيهاش كلمه حب واحده، ما فيهاش احساس بالامان. بس للاسف مساومه كبيره قوي،
بابي ساب لورا ورجع، وهو متأكد انه هيرجع لك، ولو رفضتي هبقى انا الضحية. وانت سبت الدنيا كلها وعايزة تعيشي لوحدك، وبرضو هبقى الضحية. يعني في كل الأحوال انا الضحية. بس انا تعبت من الدور ده ومش عايزة اكرره. انت بتضغطي عليا الضغوط دي كلها عشان ارجع لتيمور، مش كده؟ وبرضو بتسميها تضحية، بس المرة دي عشاني. للأسف يا ماما، للأسف الوقت متأخر قوي. ملك، ملك يا حبيبتي، أنا عايزك تهدي شوية. أنا وماني كنا لسه دلوقتي حالا نتكلم علشان نرجع لبعض. والمقابل تسيبي عزيز، ولو رفضت مش هرجع لتيمور. أنا مش قلت لك إن أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني؟ ولا هي لسه بتطاردك اللي اسمها ريري دي؟ صدقني من فضلك، ريري رافضة فكرة جوازنا خالص. تخطيط جديد، بتضغط على أعصابك، عايزة تبان إن هي الضحية وأنا الوحش اللي بيفرق بينكم. عايز أقول لك حاجة، الست دي لو بتحبك كان لازم تفكر في مصلحتك، ولو بتحبك أكتر كانت فكرت إنها تبعد عنك. وهو ده اللي حصل، هي بعدت فعلا. برافو، أنا بحيي الموقف ده. طب ممكن حضرتك تشوفها؟ تبقى بتضيع وقتك كده. بقى حضرتك بتسد كل أبواب التفاهم اللي بيننا. مجلس الإدارة يا فندم. خليهم يتفضلوا. حاضر. احنا لسه ما خلصناش كلامنا، ممكن تعتبره خلص. وما حضرتش مجلس الإدارة؟ ما قدرتش يا ريما، ما قدرتش. أبويا كان في حالة غريبة جدا، أبويا ما كانش سامع نص كلامي حتى. أصلك اخترت وقت غلط، أكيد كان في حاجة مضايقاه. أنا خلاص يا أيمن، ما كنتش قادر أقعد في البيت، مش لاقي حد أكلمه يا أخي. حتى سهيلة زي ما تكون بتاخدني على قد عقلي، وهي كمان في حالة ثورة ومش عارف من إيه. أكيد شايفة جو البيت متوتر، أكيد حاسة بقلق. عارف أيمن، لو ريري ما جاتش بكرة من اسكندرية أنا أسافر لها، لازم أسافر لها، لأن مش معقول أسيبها في الحالة دي، مش معقول. أنا بتكلم دلوقتي باعتباركم أولادي، أنا مش قاعد في المكان ده بصفة رسمية، المكان ده مكان عزيز. لما نراجع ميزانية السنة اللي فاتت هنلاقي انه الارباح كانت اكتر كتير من السنة دي. انا مش بلوم حد، بس من حقي اسأل، من حقي اسأل ايه اللي بيحصل. الميزانية قدامكم اهي، ممكن حد يفسر لي؟ هو الاحتمال الاحتمال الوحيد انه العلاقة اللي كانت بينكم ابتدت تختل، اللي كان بيربطكم من بعض ابتدى يبقى فيه خلل، ما بقاش زي ما كنا مخططين له. مجلس الادارة من اخر مرة ما اجتمعش بصراحة كده، محدش بيحاسب حد. افهم من كلامك ده انك بتوجهه ليه؟ ما تبقاش حساس بالشكل ده يا عزيز، ما يمكن الكلام ده موجه لي انا. هو ايه اللي حصل بس يا جماعه؟ المساله ما هي السيئه للدرجه دي. هو يمكن مش عايز، يمكن مش عايز نخش في سكه الاحتمالات، انا رافض ده تماما. هو بس انا افتكر انه عزيز، سيبني معاك، واضح انك عندك ميعاد ومستعجل. مظبوط كده، إذا سمحتوا لي هستأذن أنا. على كل حال أنا موافق على أي قرارات تاخدوها. أنا أذنكم. طيب نكمل إحنا الاجتماع.
ايه اللي حصل؟ قلقتيني عليكي لاول مره، احس انك ممكن ما تجيش. اوعى تقول كده تاني، اوعى. انا اللي كنت خايفه، كنت خايفه ما اشوفكش تاني، بس كمان خفت يا عزيز، خفت سهيله ما تكونش قدرت تسكت. هو تيمور قال لك ايه؟ هم عايزين مننا ايه بالظبط؟ هم مش هيقدروا يعوزوا غير اللي احنا عايزينه. عزيز انا ما ضعفتش، بس انا خايفه عليك انت. مالك؟ ارجوكي ما تاخديش اي قرار لوحدك، من فضلك ما تخليش اي حد ياثر عليكي. عزيز، عزيز انت بتقول ايه يا عزيز؟ بتقول ايه؟ انت مش عارف انا بقاوم ايه دلوقتي. عزيز انا بساوم على حبنا. حبنا ده لا يمكن اي حد يساومنا عليه. فعلا، بس مامي موافقه ترجع لبابي لو سيبنا بعض. انا مش مصدق بعد كل الكلام اللي انا قلته لتيمور. عزيز بابي محتار، محتار بين قلبه وبين عقله. حقيقي انا وصلني منه كلام هو ما قالش منه ولا حرف، ومامي بتضغط عليه، واكيد كمان عقله رافض. طب وانتي؟ انا انت يا عزيز. عزيز خايفه تضيع مني يا عزيز. انا عمري ما حبيتك قد ما بحبك النهارده. احلفلي ان انت مش هتسيبني، احلفلي ان انت مش هتبعد عني، احلفني ان مفيش حد ممكن يخرجني من قلبك. انا محتاجك النهارده اكتر من اي وقت تاني. انا النهارده كنت هسيب الشركه، حاسس ان مختار عارف حاجه. سهيله ممكن تكون قالت له؟ لا مش سهيله، مختار. الراجل ده انا طول عمري بحبه، عمري ما اعتبرته زي حمايه ابدا، لكن كلامه ليا النهارده كان واضح قوي. امال ليه كنت هتسيب الشركه؟ لاني ما اقدرش استمر بالشكل ده. فريده كمان مش عايزه ترحمني. عزيزي حبيبي اعذرها، اكيد فريده حاسه. اعذرها؟ وليه هي ما عذرتنيش؟ ليه ما عذرتنيش لما كنت محتاج لك كلمه حب واحده؟ ما كانتش قادره حتى تديهاني. فريده كانت عزيز عشان خاطري مش عايزك تفتكر حاجه ممكن تضايقك دلوقتي. انت عارفه انت الانسانه الوحيده اللي ممكن انا اعري قدامها مشاعري واحاسيسي، الانسانه الوحيده اللي ممكن اقعد قدامها وهي اللي ترفعني، لكن فريده كان كل همها انها تذبح وتجرح وتجرح وتجرح. كفايه يا عزيز، كفايه، انسى اي حاجه ممكن تضايقك دلوقتي. انت عارفه انا ليه سايره على نفسي؟ لاني عارف الغلط فين ومش قادر اعمل حاجه. البنت اللي واقعه في قصه حب وهميه ملهاش اي اساس من الحقيقه، الولد اللي مضيع وقته مع واحده ما تستاهلش حد دقيقه واحده، البيت اللي بقى جحيم ما حدش فينا قادر يبص للتاني. انا عايز افهم العذاب ده كله سببه ايه، لمصلحه مين؟ عزيز وحياتي عندك ما تعملش بنفسك كده عشان خاطري. لو بتحبني ما تعملش كده. هو خالد ده مش زميلك؟ ايوه. وايه اللي وداك الزفت معاه الباخره دي؟ انا حره يا اخي اعمل اللي انا عايزاه. سهيله اتكلمي بادب ويكون في علمك بابي عارف اني بحبه واننا هنتجوز. يعني هو كلم بابا؟ لا لسه. يعني ايه؟ وما قلتليش الكلام ده ليه؟ عنده مشاكل، لما يبقى يخلصها يبقى يجي. انت ازاي بتتكلمي كده؟ ده نظام جديد ولا ايه؟ من امتى بتتكلمي قدام ماما بالشكل ده؟ ايه الصوت العالي ده؟ اتفضلي احكي لجدو على اللي حصل. ما تتكلمي ولا اقول انا؟ كفايه كده يا هاشم من فضلك، انا ما اسمحلكوش تتكلموا بالطريقه دي قدامي. الله؟ وبعدين؟ سامع يا بابا؟ انا مش عارفه ايه اللي جرى لهم. انا اللي عايز افهم ايه اللي حصل. اتكلموا. صدقيني انا بقيت احسن دلوقتي. بجد يا عزيز؟ بجد. قلبي بس كان زعلان من عزيز شويه. ما يقدرش. وبعدين انا ممكن اكلمهولك واصالحك عليه كمان. ما انتي صالحتيني عليه من اول مره شفتك فيها. لا قولي بقى حقيقي، انت احسن دلوقتي؟ احسن من ساعه ما شفتك.
انت عارف انا مش عايز اشوف حد تاني بعد كده. عايزك تفضلي دايما جنبي، ما تسيبنيش ابدا، ومش محتاج لاي ضغط بعد كده، والا خلاص هنفجر. لا اوعى تقول كده، عشان انا حبيت عزيز، عزيز القوي اللي قادر وعارف يحميني كويس، وانا محتاجة لك. انا كمان. ايه اللي ابوكي عارفه وانا معرفوش؟ سهيلة انت بتخبي عليا؟ ارجوك يا جدو سيبني دلوقتي. انا هديت امك عشان ما كبرش الموضوع، لكن مش ههدى الا لما افهم. انت مصمم؟ طبعا مصمم. اتكلم. خالد متجوز يا جدو. يعني ايه متجوز؟ قصدك كان متجوز؟ لا يا جدو متجوز وعنده ابن كمان. عايزة تفهميني اني كنت بتحبيه وانت عارفة انه متجوز؟ مش حضرتك كنت عايز تعرف الحقيقة؟ وعزيز عارف المعلومات دي؟ ايوة عارف. يعني ايه ايوة عارف؟ عارف وموافق؟ ارجوك يا جدو. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انا شايفها بتتدمر قدامي ومش قادر اعمل اي حاجه. انا زيك كده بالظبط. ايوه بس حضرتك مش مفروض تبقى زي بالظبط. انا متاكد ان مالك محتاجه لك دلوقتي اكتر من اي وقت ثاني. شوفي رأفت، انا عمري في حياتي ما كنت بمشيها بريموت كنترول ابدا، بالعكس انا كنت مديها مطلق الحريه تتصرف حياتها زي ما هي عايزه. طب وليه ما تقولش ان الحريه دي سبب من اسباب تعاستها؟ وياريتني كنت اقدر اتفاهم مع التعاسه دي. أنا غيرت كل حاجة في حياتي علشانها ومش ندمان. أنت مش فاهم، ملك هي كل حاجة في حياتي يا رأفت، وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشانها بس ترجع لملك تاني. أنا بدور على ابتسامتها مش لاقيها، حتى البريق اللي في عينيها اختفى وما قالوش وجود. رأفت أنا هي النهاردة محتاجة الأمر مش لقرار بالتفاهم، محتاجة تفوق من التعاسة اللي هي فيها، وياريتها كانت بتديني الحق ده. بس للأسف أنا دوري بالنسبة لها بيخلص عند خط طفولتنا. التفاهم اللي بيني وبينها بينتهي مع أول نظرة غضب من عينيها، لكن حضرتك لا، هي النهاردة محتاجة لسلطة الأب، لكن أنا بالنسبة لها حب انتهى قبل ما يظهر على السطح، حب اتوقد مع أول دقة قلب حسيت بيها ناحيتها، لكن حضرتك رافت. رافت أرجوك، أنت في حاجات كتير قوي ما انتش فاهمها. بس أحسسها ملك ضايع مع حريتها، وحضرتك لازم توقف الضياع ده فورا، وهي هتسترد نفسها. تأكد انها هتسترد نفسها. كان غصب عني يا جدو، خالد ما كانش سعيد في حياته. وانتي ما كنتيش عارفه ده من البدايه؟ دي حكايه طويله قوي يا جدو. اتكلمي يا سهيلة، اتكلمي يا حبيبتي، انتي قلبي من جوه. اتاكدي انه حاسمع، مفيش حد في الدنيا يقدر يفهمك قد. اتكلم يا حبيبتي. ايه ده؟ هي لسه ما وصلتش لغايه دلوقتي يا طاهر؟ طيب ارجوك طمني اول ما توصل. مع السلامه. انا ماشي بقى يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ اه طبعا عايزه. سوء على مالك. بحبك. هشوفك بكره. ايه ده ايه ده؟ استنى هنا، انت اول ما تصحى من النوم تكلمني على طول. بحبك. انا كمان. خلي بالك من نفسك رأفت. ارجوك انت لازم تفهم حاجه واحده بس، احنا لما بينا دلوقتي مجرد صداقه مش اكتر. ناس انا محتاجه اتكلم معاكي شويه. وانا ما بقتش محتاجه اسمعك. احساسي بيك في الاول كان حاجه فوق الوصف، كان حاجه بتخليني طايره فوق اسحاب من حبي ليك، لكن لما قعدت وفكرت لقيت انه كان مرض ولازم اخف منه. والحمد لله انا خلاص يا رأفت خفيت من المرض ده. انا
كنت متصور انك ممكن تستوعبيني اكتر من كده. كنت متاكد انك ممكن تكوني مقدره الظروف اللي انا مريت بيها. وانت كنت متصور ايه؟ اني كنت هفضل مستنياك انك تفوق من الوهم اللي انت عايش فيه عشان ترجع لي؟ رأفت، انت لو تعرف ان كل كلمه بتقولها لي انا بعتبرها اهانه بالنسبه لي. الناس صدقيني انا محتاج لك، انا مستعد. تاخرت قوي يا رأفت. الحب ما يصحش تحط في ميزان العرض والطلب. انت في يوم من الايام كنت كل حاجه في حياتي. غلطتي مش غلطتك. عينيك كانت بتعتذر لي عن كل مره كنت بقابلك فيها. اديني الفرصه دي عشان اعتذر لنفسي على يوم ما قدرتش اقاوم حبك فيه. صدقيني يا ناس اللي حصل ده كان غصب عني، بس اللي بقوله لك ده بكل ارادتي. اديني فرصه اصلح اللي حصل. عن اذنك يا رأفت. يا ريت كنت تقدري تعرفي من غير ما اقولك. يا ترى ما سألتش نفسك ليه؟ يمكن لو كنت سمعتيني من زمان ما كانش ده حصل. انا طول عمري معاكي بلعب دور المستمع، وطول عمرك بتسمعي صوتك لوحدك. احنا زمان كنا احنا الاثنين بنحب احلامنا سوا، فجأة ابتديتي تحبي احلامك لوحدك ونسيتيني خالص، ونسيتي الحب ده يا اما يبقى موجود يا اما مش موجود. انت مش قادر تفهم اننا كبرنا. هي دي نقطة الخلاف اللي بيننا، عمر الحب ما كان ليه سن. كل قلقي عليك ده مش قادر تسميه حب؟ الفرق كبير قوي بين حب الملكية وحب الحب نفسه. كنت عايز ايه؟ انت عايز ايه يا عزيز؟ انا قصرت في ايه؟ بيتك على احسن ما يكون، ولادك والحمد لله ناجحين وكويسين، ايه اللي ناقصك؟ لو انت مش فاهمة دي تبقى مشكلتك، ولو مش حاسة تبقى برضو مشكلتك، لكن بالنسبة لي انا هفضل طول عمري محتاج لحب. تبقى محتاج لمشاعر مراهقة، أنا صعب قوي أوصلها لك. ياه، هو ده كل اللي عندك؟ يا خسارة، كان لازم أعرف من الأول. أنا بقولك الكلام ده لأن تيمور سأل عليك 3 مرات لغاية دلوقت وكان قلقان. بابي ملك، أنا عمري ما تدخلت في خصوصياتك. عارفة ليه؟ لاني بثق فيكي جدا، وفي نفس الوقت بحترم حريتك. لكن اونكل حضرتك، لو انا مسببه لك قلق انا مستعد. اوعي تقولي كده يا ملك، تبقي فهمتيني غلط. انا عمري ما اديت نفسي سلطات العم السخيف اللي ممكن يتدخل في شؤونك، لكن في نفس الوقت عايز اعرف ايه اللي محيرك، ايه اللي مضايقك. ده طبعا اذا انتي اديتيني الحق ده. انا طول عمري كنت بتمنى يكون عندي بنت زيك. انا متاكده يا اونكل، بس انا عايزاك تطمن. انا عارفه ان الفتره دي صعبه، بس هتمر واكيد هتعرف كل حاجه. بس انا اليومين دول بتحط في اختيار صعب قوي، وأصعب الاختيارات تبقى مع أعز الناس عليك.